وإيه المشكلة؟ الشغل ما فيهوش الكلام ده. بس يا أنيتا أنت ست مثقفة ومتعلمة كويس قوي، يا ريت ما جه اليوم اللي أشوفك بتعملي فيه حاجة زي دي. أهو جه اليوم يا سيدي، يلا امشي. ممكن تسكت خالص؟ تيواري إحنا ورانا شغل وإنت بصراحة معطلنا جدا، يا ريت تمشي بقى. في إيه؟ دقلي يا أولاد ازيكم؟ يا عمي ازيك؟ المهم ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ بقى انت بقيت بتشتغل شحات صحيح؟ ايوه يا عمي الكلام ده مظبوط فعلا؟ طالما قلت مظبوط بقى اتفرجوا. ايه ده يا عمي انت بتقطع الوصية تاني؟ وصية مين يا ابو وصية؟ مش انا مراتي خلاص قفلتني كل حساباتي في لندن؟ ما بقاش حلت حاجة. انا معيش روبية في جيبي، ده كل اللي معايا خدته. دبرني يا ابني، عمك خلاص بقى ما حلتوش. عمي أول مرة تشحت صح؟ مين قال لك أنا أول ما روحت لندن كنت بشحت؟ أي حاجة، ساعدوا إخواتكوا الغلابة بأي حاجة. يعني طلع عندك خبرة في الشحاتة يا عمي؟ الأول جمعت فلوس بالشحاتة، بعد كده أنا عملت شغل هناك ومع الوقت كبرته فقدرت أعمل ثروتي الضخمة. وهو الشغل بتاعك كله وقع بسبب عمايلك ورجعت تشحت تاني. اديني أي حاجة. بس هتقلب عليا المواجهة بقى؟ اشحت وانت ساكت. ما توريني خبرتك في الشحاتة كده. خبرتي اللي انت بتتري عليها دي تخليك مليونير في يومين بس. بص. شفت؟ حلو جميل. طب انت يلا وريني، يلا اشتغل. ساعدوا اخوكوا الغلبان يا جماعة، اعمل الخير تلاقي ترد لك في عيالك. اديني اي حاجة تسد جوعي، انا بقالي يومين بردان تعبان. يا اهل الخير تعبان تعبان وجعان وجعان تعبان تعبان وجعان وجعان. اوه ايه ده انا اسف ما شفتكش. انا اسف جدا، ما تزعلش مني. انا اسف. خلاص هو انت اشتغلت معاهم؟ اهلا. مين؟ الاستاذ بهبهوتي الشحات؟ يا ترى في لندن كنت بتشحت زي هنا؟ وكنت بشحت اكتر من هنا كمان. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.